بعدين بقى قال لك محمد هنيدي هجوم هجوم على محمد هنيدي، يعني يمكن يكون الفيلم بيتعرض بقاله ساعتين بس محدش شافه. قال لك وفاة محمد هنيدي، الفيلم انتهى، محمد هنيدي، تدمير محمد هنيدي. ليه؟ يعني مش فاهم. يعني ممكن حد دلوقتي يهاجمني، طب مش هقول اسماء، مش هقول اسماء عشان ما حدش يعني يستغل لها فرصة. مين من اصحاب الاعمال الكبيرة الناجحة على كل المستويات، على كل المستويات، سياسي خد قرارات، دكتور عمل عمليات، مهندس بنى عمارات، صحفي عمل تحقيقات صحفية، أديب كتب كتب، ونجيب محفوظ غير، مش عايز أقول أسماء. أيا كان أنجز في حياته، اشتغل 20-30 سنة، فأنجز في حياته في مجاله ده، عمل الحاجة 50 مرة، هتلاقي منهم المنورين قوي 10 مرات بكتير، وده يبقى عظيم، وده يبقى شخص عظيم، لأنه عمل 50 حاجة منهم 10 حاجات أثرت جدا في نفوس الناس. وإذا عايزين أسماء، الأسماء زي ما أنت عايز، كبار الفنانين والمبدعين، وبكلمك على مش المبدعين يعني أدب وفن بس، يعني سياسة ويعني طب ويعني كله. يعني هتلاقي مثلا أي دكتور قلب شاطر جدا على مستوى العالم، هتلاقي بيعمل 100 عملية، هتلاقي في منهم مثلا 20 بيطلعوا بايظين، وفي 10 فيهم أخطاء من الدكتور، وفي 20 عمليات عادية يعني يعملها أي دكتور قلب، وفي 10-15 كده في المية ما يعملهاش غير هو بس اللي يعمل العملية دي. فيعني مفيش حد بيبقى 100%. هنيدي انا فاكر السنه اللي فاتت او اللي قبلها كان عامل اعلان في التلفزيون، كان كانه مسلسل. يعني انا بقيت اتفرج على الاعلان كل يوم، بحب اشوف محمد هنيدي، لان محمد هنيدي انسان طيب وفنان موهوب وانسان جدع وكريم مع اهله وحنون على اهله وبيحب زمايله وما يشتم ما يهاجمش زمايله. انا شفت هنيدي من اول ما طلع، يعني طلع كان بيعمل ادوار اللي هي واقف عند الفكهاني، الراجل الفكهاني بتاع فيلم الهروب، واحمد زكي داخل عنده وبتاع حاجات زي كده، وعبد العزيز مخيول، واحمد هنيدي واقف كده لابس جلابيه، واقف كده ما بيعملش حاجه. وشفته في افلام كتير، طلع مع عادل امام، كنا احنا قاعدين احنا ونعادل وربنا يديله الصحه، عادل وكذا قاعدين، وهنيدي صغير لسه بيقول هادي. شفت؟ شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.